80生长在和田塔克拉玛干沙漠边缘，人迹罕至，日照时间。من الورود المجففة إلى الجوز، جميع المنتجات التي يبيعها زولبيكر مختار في متجره على الإنترنت هي منتجات خاصة في منطقة سنجان. كان الرجل الويغوري البالغ من العمر 30 عاما يعمل في مدينة شنغهاي بشرقي الصين بعد تخرجه من الجامعة، لكن عندما عاد إلى خوتان عام 2017 للتدريب على التجارة الإلكترونية أدرك أنه يستطيع أن يفعل المزيد لمسقط رأسه. خلال هذا الأمر اكتشفت أن العديد من المزارعين هنا لديهم مشاكل في بيع منتجاتهم، وهذا أعطاني فكرة لبدء مشروع تجاري لمساعدتهم. لذلك استقلت من عملي في شنغهاي وعدت، ثم فتحت متجرا على الإنترنت في موقع تاوباو لبيع المنتجات المحلية. البث المباشر على الإنترنت هو الآن تيار رائج في الصين، أما زولبكار فيستخدمه للتواصل مع المشترين. البث المباشر هو وسيلة جيدة لإظهار منتجاتنا للمشترين. كثير ما أذهب إلى الحقول لأريهم أين تنمو المنتجات، وأجيب على أسئلتهم حول مدة أشعة الشمس ودرجة الحرارة وكيفية حصاد المنتجات وكيفية تجفيفها في الهواء. قال زولبيكار إن شنجيان لديها أنواع مختلفة من المنتجات الزراعية عالية الجودة، وإنه يأمل في تعريف هذه المنتجات للناس في جميع أنحاء البلاد. أكبر بارات هو أحد المؤسسين، كان يعمل على تحضير القهوة في العديد من المدن الصينية، لكن بصفته محترفا أراد أيضا جلب القهوة الأصيلة إلى مسقط رأسه. قمنا بتدريب أولئك الذين يريدون الانضمام إلى هذه الصناعة، علمهم كيفية صنع قهوة وكيفية إدارة المقهى، كما أقدم لهم الآلات ومواد خام. 4 من أفضل 5 مقاهي في خوتان تم افتتاحها لمساعدتي، كما تستخدم عديد من المتاجر أخرى هنا الحبوب التي أقدمها لهم. وقالت شركة لأكبر إنها تريد فتح مقهى لأن جيل الشباب في شنجيان بغض النظر عن المجموعة الإثنية التي ينتمون إليها يشبهون الشباب في أجزاء أخرى من العالم. نسعى إلى أشياء جميلة ونحب الطعام اللذيذ والملابس العصرية ونذهب إلى الحانات أيضا. وقال هؤلاء الشباب إن البعض لا تزال لديه انطباعات قديمة أو حتى سوء فهم حول شنجيان وحياة الناس هنا، ولكن بجهودهم الخاصة يأملون أن يتمكنوا من إحداث تأثيرات.